بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكل متابعي قناة مسيو بحباح التعليمية على اليوتيوب. إذن في الدرس ديال اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنشوفوا كيفاش نقوموا يعني بإنشاء قائمة منسدلة يعني تعتمد على قائمة منسدلة واحدة أخرى، او بمعنى اخر غنشوفوا كيفاش نصوبوا واحد لا ليست اللي كتعتمد على واحد لا ليست واحده اخرى اللي كتفيها واحد المجموعه ديال البيانات. وباش تفهموا مزيان اشنو كنقصد غادي نشوفوا واحد ليكزامبل اللي وجدته لكم، واحد المثال درته على واحد صناعك ولا على واحد ريستورون صغيره. فكي كتشوفوا معايا المنيو ديال الريستورون هو هذا، هنا عندي لي بيتزا، الانواع تاع لي بيتزا، هنا عندي لي طاجين، وهنا عندي البواسون. دونك لي بواسون، اذا الا جيت هنايا عند في دو انا شنو بغيت هنايا؟ بغيت هذاك السرباي غيجي يفتح هاد لا ليست يقول لي اش من طابل مثلا، قال لي طابل طروه، غنجي نكليك على طروه هنايا نختارها من لا ليست، نقول لي شنو هي لا كوموند، غيقول لي مثلا راه بغى طاجين، غنجي نكتب هنايا طاجين، نختار طاجين من هنايا. اذا اختاري الطاجين فاوتوماتيكمون هنا غنفتح لا ليست غنلقى فيها الانواع تاع لي طاجين، ونشوف اش من طاجين بغى هذاك السيد. مثلا بغى طاجين باغ اكزومبل طاجين شيف. إذا عندي وحده كوموند وحده، وشوف انتبهوا معايا راه اختاريت هنايا طاجين، هنا عطاني الانواع تاع لي طاجين. اذا عاود فتحت لا ليست واختاريت فيها بيتزا مثلا فما غنلقاش باقي عندي هنا لي طاجين، وانما غنولوا عندي هنايا الانواع تاع لي بيتزا. كي كتشوفوا معايا هو تبدل من عوض هنايا طاجين ولاو عندي هنايا لي بيتزا على هذا الشكل. ونفس الشيء مثلا في الكوموند الثانيه، الا كانت مثلا طابل دو، جا عندي واحد السيد مثلا بغى يختار مثلا دي بواسون، دونك غنفتح لا ليست هنا تنوقف قدامها وكنفتح لا ليست غنختار هنا تنختار الانواع تاع لي بواسون اللي بغى. وهذه هي الطريقه اللي كنهضر عليها. وبيان سيغ ممكن قدامها هنايا نزيدوا الاثمنه، وممكن هذا ليكزارسيس نكبروه لواحد الدرجه ما تصوروهاش. دونك كيفاش نديروا لهذه العمليه هذه؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفوا ان شاء الله تعالى. دونك اول حاجه غتردوا لي البال معايا الشباب، انا كان عندي هنايا هذاك الموني راه كان عندي في الفي رقم واحد، وكان عندي في دو هي اللي بغيت نصوب فيها هذوك لي زاسيستون كيتسموا اسيستون ليز دو شوا، ولا كيتسموا القوائم المنسدله. دونك بالنسبه لهنايا عندي لا طابل، فانا مثلا غنتخيل على ان الريستورون عندي فيها مثلا اربعه ديال لي طابل ولا خمسه ديال لي طابل. اول حاجه غنسيليكسيوني هاد البارتي هادي من الفوق حتى للتحت ديالها، او بطريقه سهله تنسيليكسيوني السيلي الاولانيه ونكليكي عند لاتو شيفت، يعني نبقى نستمر في الضغط على زر شيفت ونكليكي عند اخر وحده، فاوتوماتيكمون غادي تسيليكسيوني ليا هاد الكولون كامل. لا باغ دو موني غنمشي عند دوني، وغنجي عند فاليداسيون دي دوني، ونمشي عند فاليداسيون دي دوني، نفتح لا ليست هنايا وغادي نختار منها ليست. دونك هنايا لي طابل غنكتب السميه تاع لي طابل، عندي مثلا طابل واحد وكندير بوان فيغول، وغنكتب عاوتاني طابل دو بيناتهم دائما بوان فيغول، طابل 3 بوان فيغول، طابل 4 بار اكزومبل. دونك غندير غير ربعه ديال لي طابل لان هذا غير اكزومبل، وغادي ندير اوكي. فكي كتشوفوا معايا دابا هنا ولات عندي واحد القائمه منسدله اللي عندي فيها السميات تاع لي طابل. دابا كيفاش غنجيب هذوك لي كوموند هنايا؟ شفنا الطريقه الاولى اننا كتبناهم، يعني قائمه منسدله هاد لي طابل هادو، هاد لي طابل اللي كاين عندنا هنا ولا السميات تاع لي طابل كتبناهم. دابا هاد لي كوموند اللي كاينين عندي شنو هما؟ لي كوموند اللي كاينين عندي هما هادو اللي كاين عندي في فين اه، يعني اما غنجي نكتب هاد ثلاثه الكلمات بالطريقه اللي كتبنا بها الاسماء تاع لي طابل، او ممكن غادي نسيليكسيوني هاد البارتي من الفوق حتى لتحت، وغادي نمشي عند لا باغ دو موني دوني فاليداسيون دي دوني، ونمشي عند فاليداسيون دي دوني هنايا، ونفتح لا ليست ونختار ليست. دابا يا اما ممكن نكتبهم، يا اما نجي نكليك عند في ان ونسيليكسيونيهم كاملين، ندير لهم لا سيليكسيون كومسا. اذا درت لهم لا سيليكسيون فكي كتشوفوا معايا ملي غادي ندير اوكي، فاشنو كيدير السيستم؟ تيجي لهاد البلاصه كاع كامله كيعمرها ليا بهذوك ثلاثه ديال السميات. وهاد الطريقه هادي بيان سيغ راه هي سهله. انا علاش درت هنا جيت عوض نكتب هاد السميات؟ لانهم ساهلين ثلاثه الكلمات، علاش ما كتبتهمش بحال كي كتبتهم قبيله هنايا؟ علاش ما كتبتهمش؟ علاش؟ باش ما نديرش فيهم الاخطاء. اما بالنسبه لهنايا هادو واخا ندير فيهم اخطاء ماشي مشكل، كتبت الطابل نسيت ما درتش بي، درت عطال اه طال اه طابل دو، كتبتهم بطريقه مختلفه، زدت اس نقصت اس نقصت شي حرف، فما غاديش ياثر ليا على التمرين. لكن بالنسبه لهاد الكلمات هادو فهما غادي ياثروا على التمرين اذا ما خدمتهمش وما كتبتهمش بطريقه مزيان. يا اما خصني نجي لاليست ونكتبهم بطريقه صحيحه 100%، يا اما غادي نجي ندير لهم لا سيليكسيون بالطريقه اللي خدمتها دابا. وبالتالي غنولي فين ما نفتح هنا شي سميه، فين نفتح هاد لا ليست هادي شوفوا معايا لي سيلول كاع كاملين، فين ما غادي نفتح لا ليست فبيان سيغ غادي نلقى كاين عندي فيها هادوك ثلاثه ديال الكلمات او هادوك ثلاثه ديال لي موني اللي كاينين عندي. دابا المشكل اللي كاين عندنا شنو هو الشباب؟ هو كيفاش غنصوب هنا واحد القائمه واحده اخرى كتعتمد على هاد القائمه هادي؟ هذا هو السؤال اللي كاين عندي. وهنا عاوتاني غادي تردوا معايا البال مزيان الشباب، شنو غندير؟
اول حاجه غنمشي عند فئه هاد الليمون اللي كاين عندي هنايا، يعني هاد الانواع تاع لي بيتزا خاصني ندير لهم لا سيليكسيون ديالهم، وغنجي هنايا ونكليكي ونعطيهم واحد السميه، وهادو حتى هما غندير لهم لا سيليكسيون ونجي نكليكي هنا ونعطيهم واحد السميه ونضرب اونطري، وحتى هادو نفس الشيء. ولكن بيان سيغ الا كانوا عندي بزاف ديال الليموني فهنا غتجيني صعيبه ان نلقى كل حاجه نسيليكسيون ونعطيها سميه. داكشي علاش الطريقه سهله وببساطه، غنكليكي وسط من الطابلو مره واحده وندير كونترول ا باش نسيليكسيون الطابلو ديالي كامل، وغادي نمشي فوق عند لا باغ دو مينيو، نمشي عند فورمول، شوفوا معايا هذه دو بوي سيليكسيون، نكليكي عندها تيطلع عندي هذه الفنادق هذا. اذا لقيتوا عندكم شي حاجه هنايا كلشي غادي نديكورشيوها، وغتخليو عاد الكلمه الاولانيه اللي هي لين ديور، يعني غتقول ليه شنو بغينا نقول ليه هنايا، هنا المعنى تاع بغينا نقول ليه ودي شوف هذه الكلمات هذا لي تيب هذو اللي كاين، يعني هاد مارغريتا غي نابوليتا هاد السميات هادو غتعطيهم سميه بيتزا، يعني السطر الفوقاني غيكون هو السميه تاع كل بلاج او السميه تاع كل نطاق. دونك غندير لهم اوكي. دابا شنو الشباب، دابا هاد الكلمات من هنا حتى لهنا راه ما بقاش سميتهم اسيس، ما بقاش باردون سميتهم ا ان، ما بقاش شنو السميه اللي ولات عندهم، ما بقى شوف هنا ولات سميتهم بيتزا، وهادو ولا سيليكسيونيتهم من الفوق حتى لتحت، شوف راه ما بقاش بحال قبيله كان سميتهم بي ان ولات سميتهم طاجين، وهادو ولا سيليكسيونيتهم من الفوق حتى ولا سميتهم بواسون. دونك هنا راه تبدلات لهم السميه ديالهم. وباش نتاكدوا عاوتاني ممكن غير نكليكي وسط الطابلو ندير ليه لا سيليكسيون ديالو كامل بكونترول، او غنجي هنايا عند فورميل جيستيونير دو نون، الا كليكيت عندها كي كتشوفوا معايا راه عاطيني هنايا السميات، شوف هنا عاطيني مثلا بواسون راه هو تي فيغ تي نواغ، شوف الكلمات اللي كاين عندي هنايا، عاطيني لي بيتزا السميات تاعهم، عاطيني لي طاجين السميات تاعهم. دونك هنا غير باش نتاكدوا اوكي. دونك شنو غندير من بعد الشباب، غنمشي عند في دو وغادي نجي نسيليكسيوني هاد لي ديتاي تاع لا كوموند، ياك الشباب لا باغ دو مينيو، غنمشي عند دوني وغنمشي نكليكي عند فاليداسيون دي دوني، وهنا غنفتح لا ليست نختار ليست، ولكن هذه المره غنخدم بواحد لا فونكسيون سميتها انديريكت اللي غنكتبوا فيها تساوي، وغنكتبوا انديريكت كتكتب كومسا على هذا الشكل هذا، غنفتح قوس ديالها وغادي نمشي نسيليكسيوني الكوموند الاولانيه اللي هنايا، وبيان سور غادي نسد القوس ديالها. اذا كي كتشوفوا معايا مني سيليكسيونيت الكوموند اللي هي بي دو، فالسيستم جا دار لهم هنايا دار لهم هاد لي دولار هادو. دونك انا غنقص غير دولار، هنا كان مكتوب عندي دولار بي دولار دو، غنحيد واحد منهم، ممكن نحيدهم بجوج ماشي مشكل، غنحيد غير واحد راه ساهل ما غيعطينيش مشكل، وغندير اوكي. غيطلع لي هذا الميساج هذا، هذا الميساج اش قال لي هنايا؟ انتبهوا معايا مزيان الشباب، لا سورس اي روكوني كوم ايروني، قال لي انا زعما داكشي اللي هنا غيطلع لك راه ما غيطلع لناش حاجه ما معترفينش بها ما معروفاش، واش باغي تكمل؟ انا بيان سور غنقول لي وي. علاش طلع لي هذا السؤال هذا؟ غير حيتاش مني عطيته انا هاد لا فونكسيون ديال انديريكت، مني كتبتها هو اوتوماتيكمون جا فيريفي هنا لقى هاد البلاصه خاويه، ما مكتوبه فيها حتى حاجه، داكشي علاش طلع لي هذا الميساج. انتم اذا كنتوا هاد لا ليست خليتوا مكتوبه فيها شي سميه ما غيطلعش لكم هاد الميساج. على العموم غندير اوكي ما عندو علاش ياثر. وبالتالي ملي غيجي عندي السيرفر غنقول يقول لي مثلا طابل 3، وغيجي عندي هنايا يقول لي شنو الكوموند شنو كاين فيها. اذا اختاريت في الكوموند طاجين فاوتوماتيكمون هنا غتولي عندي لا ليست فيها الانواع تاع لي طاجين كي كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. اما اذا فتحت لا ليست هنا واختاريت منها بواسون فاوتوماتيكمون هنا غنلقاها دي تبدلات ولاو عندي فيها الانواع تاع لي بواسون. اذا جيت اختاريت هنايا مثلا بيتزا فاوتوماتيكمون هنا غنلقى عندي لي بيتزا، وبيان سور هذا الشيء غينطبق على الطابلو ديالي كامل. اذا اختاريت هنا طابل 2 كي كتشوفوا معايا وجيت هنا اختاريت مثلا لي طاجين فهنا غنفتح لا ليست وعندي الانواع تاع لي طاجين كي كتشوفوا معايا. كنتمنى تكونوا استفدتوا بيان سور من الدرس ديال اليوم، واذا استفدتوا ما تنساوش الاعجاب بالفيديو، وكذلك لا تنسوني انا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.